بالنسبة للتفجيرات اللي يعملها البتكير بمنطقة نبع السلام، معتمد على عناصر الجيش الوطني بسبب القلة. عناصر الجيش الوطني يطلعون تطبيق سيارات من قلة الرواتب، والقائد من العنصر يعني 400 ليرة تركي. 400 ليرة تركي يعني ما راح تعمل شيء للعنصر، عرفت علي شلون؟ فقاموا يمشون بأمور الترفيق وهاي الشغلات، قاموا يمشون بسيارات مفخخة يستغلون ضعفهم البكتير. طبعا عسكري ما له علم بالسيارة المفخخة، يرفقها يعدي الحواجز، وعسكري ما حد راح يحكي على الحواجز يعني، تمام؟ عد المناطق، تمام؟ الشوفير هو يحط بالمنطقة اللي قليل عليها البكتير، طبعا الشوفير يكون عنده علم. يعني من بسبب هاي الأمور قام يصير التفجيرات بمنطقة نبع السلام. بالنسبة للترفيق، عناصر الجيش الوطني، سيارة يطلع معها عنصر جيش وطني من منطقة لمنطقة، مثلا من رأس العين للسلوك أو العكس، يعني يكون المطلوب مبلغ مالي يعني قدره 25 أو 50 ألف ليرة، تمام؟ لأن الرواتب ما تجي بشكل منتظم، الرواتب تجي كل 45 يوم، كل 50 يوم، ينطونهم 400 ليرة تركي. 400 ليرة تركي ما قام كفي العنصر، فالعنصر يطلع بأمور الترفيق وهاي الأمور. يعني التفجير صار بسلوك، نفس التفاصيل هاي، عنصر أو كذا عنصر، يعني شغلت 3 أو 4 عناصر محتاجين مال، رفقوا سيارة أول مرة، تمام؟ البتكير يعني عادي تركهم يرفقونها، ما بيها شيء، ما هو مفخخة. ثاني مرة نفس الشيء، ثالث مرة فخخ لهم السيارة وخلاهم تجتمعون عليها، صار عليها مشكلة بين فصيل وفصيل. طبعا العناصر كانوا من فصيلين، اثنين من فصيل واثنين من فصيل ثاني، تمام؟ فصارت مشكلة على السيارة، هم مجتمعين يم السيارة، فجر السيارة البكيكي بيهم. يعني معلومة إنه القادة مبالغ ضخمة عندهم، وبالأحرى حتى مشاريع بتركيا ضخمة، والعنصر يعني هال400 ليرة ما تجي غيرها. نوهت لك قبل، قلت لك يعني إنه يعني كل 50 يوم، كل 45 يوم تأتي 400 ليرة. القائد يعني ما يلزمه يعني ملايين الدولارات ما شاء الله، حتى مشاريع بتركيا معارض سيارات، ما هم مقصرين أبدا بهاي الشغلة. والعنصر جوعان يعني، حتى غير ال400 ما تجي. بالنسبة لعالم أجت في الجيش الوطني، أجوا مو شغلتهم لا قتال بكيكي ولا تحرير منطقة ولا أي شيء أبدا، أجوا شغلتهم تجارة، وهذول الأشكال بي منهم كثير، يعني عدد كبير بي منهم هذول الأشكال. تجارة مثلا يشتري من مكانات، مثلا فاتورة سلعة، مثلا اشترى مثلا أغراض بيوت، قطع سيارات، محلات، أصحابهم موجودين، شالها مثلا من رأس العين على السوق، ربح بيها أقل أقل سيارة تطلع يربح بيها 5 6 آلاف دولار، وللعشرة لل15 ألف دولار يوصل المبلغ الربح يعني، تمام؟ هذا جايين بس يعني شايلين مصاري، بس يشترون بحجة إنهم جيش وطني ومقاتلين. هم مقاتلين، ولا شفناهم بمعركة، ولا شفناهم حرروا معانا أي شيء أبدا. أوجه رسالة للناس المعنيين من الأتراك أو قادات الجيش الوطني، إنه يرحموا العالم يعني، يرحموهم يكفي يعني. يعني إذا ينطي راتبه النظام اللي يجي من تركيا راح يعيش، وما راح يطلع يرفق سيارات مفخخة ولا يعتزل أي أمر من هاي الأمور، ويكفي يعني، يكفي المشاريع اللي صارت عندهم في تركيا تكفي يعني، ما يلزمهم النوبة، هاي تعيشهم لولد ولدهم يعني، عرفت علي شلون؟ ما يلزمهم. وهم بعدين بالاول وبالاخير هم يعرفون انه يوم راح يموتون ما راح يشيلون معاهم هذا المال، عرفت علي شلون؟ يعني وصلت ميزانيتهم، وصلت بيهم المرحله انه يتباهون بين بعضهم، انه انا ميزانيتي مثلا 10 مليون دولار، الثاني يرد يقول انا ميزانيتي 15 مليون دولار، صار يتباهون بيها يعني. يكفي، احنا لازم نخلص من هذا الشيء يعني. الثوره السوريه ضاعت من ورا هاي الاشكال.